ما هي سلسلة الكتل أو البلوكشين؟ هي عبارة عن مجموعة من البلوك أو الكتل مترابطة، وتحتوي كل كتلة على معلومات. تكون هذه المعلومات مخزنة على الكتلة في دفتر الأستاذ أو ما يعرف بالليجر. هذا الدفتر من الصعب جدا تغيير المعلومات التي عليه أو محوها، أو بمعنى آخر تزويرها. الكتل تعمل في شبكة أجهزة تسمى شبكة الند للند، أو بمصطلح بي تو بي، بمعنى أنه لا توجد مركزية في هذه الشبكة. تحتوي الكتلة على دفتر الأستاذ الذي يحمل معه البيانات وقيمة تجزئة الكتلة وقيمة تجزئة الكتلة السابقة. البيانات هي إما أن تكون عملات أو سجلات صحية أو براءات اختراع وغيرها من التطبيقات المحتملة. فلو كانت على سبيل المثال عملة، سيحتوي المخزن الموجود على معلومات الصفقة مثل المرسل والمستقبل والمبلغ. التجزئة هي تقنية تقوم بتحويل المعلومات إلى بصمات رقمية فريدة من نوعها، على سبيل المثال مثل بصمات الأصابع. هذا التحويل يحتوي على عدد ثابت من البايت، وعند حدوث أدنى تغيير في المعلومات سينتج تغيير في التجزئة أو البصمة، مما يفيد بأن المعلومات الموجودة على الكتلة قد تغيرت أيضا. التجزئة السابقة نستطيع أن نقول أنها البصمة الرقمية أيضا للكتلة السابقة، وهذا هو ما يولد السلسلة أو التشاين، ويعطي الترابط بين الكتل، وأيضا يجعلها آمنة. كيف يحدث ذلك؟ لدينا هنا سلسلة من 3 كتل، كل كتلة لها قيمة تجزئة خاصة بها بالإضافة إلى قيمة تجزئة الكتلة السابقة. لاحظ أن الكتلة الأولى لا تشير إلى أي كتلة سابقة. لنفترض أن أحدا ما في الشبكة المفتوحة حاول أن يتلاعب أو يغير الكتلة رقم 2، سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تغيير قيمة التجزئة على الكتلة 2، وهذا بدوره يتطلب تغيير قيمة التجزئة السابقة في الكتلة رقم 3، وهكذا في جميع الكتل التي تليها. تذكر أن نظام البلوكشين يعمل في شبكة بي تو بي، وهذه الشبكة مفتوحة للجميع. تسمح هذه الشبكة لأي شخص بالانضمام إليها، وسيحصل عند التحاقه بالشبكة على نسخة من سلسلة الكتل. فعندما يقوم شخص ما بإنشاء كتلة جديدة أو تغييرها، ترسل تلك الكتلة إلى جميع الأشخاص أو ما يعرف بالعقد. كل عقدة أو كل جهاز سيتأكد من أن الكتلة غير متلاعبا بها وصحيحة، ومن ثم سيضيفها إلى سلسلة الكتل لديه. جميع الأجهزة في الشبكة تصوت على اتفاق يعرف بكونسنسس. هذا الاتفاق إما أن يكون على أن الكتلة صالحة أو لا، فالكتل المزورة سيتم رفضها لأنها تحتاج أن تقوم بالتزوير على جميع الكتل الموجودة لدى الأجهزة في الشبكة بنسبة أكثر من 51%. إذا حدث ذلك، يمكن عندها فقط أن يجري التصويت لصالح الكتلة المزورة ويتم قبولها في السلسلة. وحتى هذا الوقت هذا الأمر مستحيل تماما. تقنية البلوكشين
أخذت اهتمام الكثير، مما جعل استخدامها يتجاوز العملات المشفرة أو الرقمية، وتستخدم في أمور أخرى مثل إنشاء وتخزين السجلات الطبية وسجلات الأراضي والضرائب وإثباتات الملكية وخدمات التوثيق وعمليات الاقتراع الرقمية وإثباتات الهوية وغيرها. البلوكشين هو بناء تقني معقد بل وعالي التعقيد، يمكن للمرء أن يقول دون مبالغة أنه تحفة العقل البشري.